من احنا داخل بلدنا لا نعلم شيء عن بلدنا الا من برا او من الكتب او الحديث اللي بتجينا من برا. نعرف كثير ناس اسرائيل تعدت على مياهنا وعلى مياه الاغوار وحولت نهر الاردن واصبح بدون ما يكون جاري اصبح بيقولوا سنسوري بمعنى اخر. اثنين بالنسبه لبحيره طبريه المياه الملوثه اللي بتيجي على سد الملك طلالي كمان الناس تشرب منها. بدي اسال بالنسبه لحصه البرد، يعني لما تكون ست واحده ساكنه في بيت قصر وعندها بركه سباحه ومزروعات، هل من العدل يعني من العدل اللي بتوزع على بيت فقير عنده 9 أفراد أو 10 أفراد هاي الحصه تشرب هاي الحصه حتى لو بدها تدفع؟ يعني هل عداله التوزيع بتكون؟ انت حصه البرد بنات حصه البرد بيطلع اكثر ما تقيمه انت بالكراء. مثلا كل فرد حصته مثلا فرد 500 أو 600، بس في ناس بيستهلكوا يعني أسرة واحدة لحالها شخص واحد أو شخصين بالبيت بيصرفوا عن عيلة عن نص جبل كامل في عمان. السيد الكريم احنا كنا نستمع لمعالي منذر حدادي قال إنه جهة صبحة وصبحية والجميلية والبادية الشمالية إذا ضربت شبرين بس هيك عمل الجديد تطلع مي النوافير، هل صحيح هذا الحكي؟ هل يولد هذا حد عند المواطن لما بقول لك وين ميتنا بتروح؟ ليش مقافئين المي وليش مخبينا ومين اللي بيجي يستعملها بعدنا؟ ما انت هيك الناس بتصير تحكي، طالما شبرين بتطلع المي نافوره معناته في سياسه لتجميع تعطيش الشعب. شبرين طلعت لحالها. ما هي انا بدي احكي حتى كانت المي بتطلع. سيدي الكريم معالي نعطي الكفر ليس بالكافر. انا سمعته عمل هيك بايديه وقال شبرين تطلع مي نافوره. سيدي هل يسمح لنا باخذ مياه البحر للتحرير من الدول المجاوره؟ طالما الكل بده ياخذ. مش عندنا بحر. معليش بحر بنت من قصر. لكن بدي اسمع هذا شكرا. شكرا. أنا بدي أدفع شوي عن الموضوع يعني ما أنا سمعت فيها. ما ذكر شيء عن حصاد الماء. السدود. يعني إحنا السدود حصاد الماء أو المنزل حتى. منزل. يعني مش ضروري المنزل. وهذا بفيد في مجال الزراعة وتربية الحيوانات. كان في تجربة لجامعة الجامعة الأردنية كلية الزراعة في الموقف. كانت نموذج رائع لانه الواحد يطلع عليه وانا كنت بوزاره التخطيط ووقتها كان وزيرنا زياد فريد فاقنعته بقضيه الحصاد المائي وبيقول لي جوشتيني خليني اشوف شو هذا الحصاد المائي واخذته على الموقف كان مشروع ممتاز بس هلا مع قله لانه ما في سستينابيلتي في المشروع كان انتهى بس كان نموذج وهذيك المنطقه كان زارعين التفاح والانجاص والاعشاب وعلى قضية السدود، سدود في مجال المي، سدود صغيرة في مجرى المي عاملينها، فهذه يعني بتفيد المزارعين وقطاع الزراعة بشكل كبير. يعني واحنا مش جايبين شيء مع التكنولوجيا شيء جديد، الأنباط كان عاملين جنب شجر الزيتون كان حافرين وبيحطوا فخار وبيعبوها مي بالشتاء وبيسكروا عليها بتضل تغطي بشجرة الزيتون طول الصيفية. فحتى بيقول لي الدكتور الوحش اكيد تعرفوه كان تبع المياه بيقول لي انه مرة لما صار الفيضان في الجنوب راحت كل السدود اللي احنا عملناها وضل السدود اللي عملوها السدود الصغيرة اللي في مجال المي ضلت السدود تبع من الانباط اللي عملوها بدون تكنولوجيا ولا بدون ناس دارس رايحين على امريكا. فقضية احنا لما كنت في امانة عمان بمجلس امانة عمان كنت مع مشروع بوادي القطار نعمل سد اكيد تعرف المنطقة هي طبيعيا مجهزة بس بدها سد يعني من شقة واحدة واستملكنا وقتها استملكت الامانة حوالي 18 بنون واحدة تسافر لامريكا وللاسف ما فيش استمرارية وللهلا كان عملنا منطقة هذيك بنيان الحدائق وترفيه للناس يعني فقضية الحصاد المائي أنا ما أعرف.
الخير جميعا. لن أطيل طبعا، الأخوة والأخوات الأفاضل قاموا بالتعليق أو بإضافة الملاحظات، فيمكن في ظل كل واحد حسب مجاله أو قدرته. لا شك أن دور المؤسسات الدولية داعمة والممولة لها دور كبير، فبقترح إذا ممكن من بعض التوصيات، لا شك أنه في عجز مالي بداية في التمويل، المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، الجي تي زد، اليو اس اي، لا شك كان لهم دور كبير في تمويل مشاريع السدود، إعادة تأهيل شبكة عمان وشبكات أبو إربد، مشاريع مثل الانستيتيوتينج ووتر ديماند، طلب إدارة الطلب على المياه، هكذا مشاريع إما إنشائية انفراستراكشر مهمة وأيضا تكلف الملايين، وفي بعض المشاريع التي تكون توعوية كون نشر الثقافة والوعي هو مهم جدا في الاستهلاك. هذا جانب يجرد أنه تسليط الضوء عليه إذا كان فيه بالإمكان. الجانب الآخر كون ذكر السبب من الفاقد المالي هو السرقات، برأيي أيضا يجدر ذكر تسليط الضوء على دور سيادة القانون في هذا الموضوع، وما ممكن أنه تخرج في هذه الورقة من توصية لتفعيل القانون وتجريم السرقة على الماء وحماية موظفي سلطة المياه، اللي أنا بعرف والكل بيعرف جاري مي مرات ما بيقدر يوصل منطقة